طيب خليك تاخد نفسك شويه. تسمح لي اروح طبعا استقبل كابتن احمد سيد، كابتن فريق المريخ السابق، هيكون معانا على من خلال مداخله هاتفيه. كابتن احمد مساء الخير واهلا بيك دايما على شاشه الاهلي. مرحبا بك سمير، مرحبا بضيوفك الكرام ومتابعي القناه. اهلا وسهلا. الحمد لله تمام، نحمدك يا رب. يا رب دايما. خليني ابدا معاك سؤالي بالسيناريو المتوقع من وجهه نظرك، مواجهه طبعا مهمه جدا بتجمع بين الاشقاء الاهلي والمريخ السوداني يوم الجمعه اللي جايه، كل فريق بيحتفظ باماله وبطموحاته وباحلام جماهيره في الوصول لابعد نقطه في دور المجموعات. سيناريو بالتاكيد هيكون مختلف عن المواجهه الاولى اللي اتكشفت فيها اوراق الفرقتين لبعضهم البعض، ازاي بتشوف المواجهه دي وايه الاختلافات اللي ممكن نتوقعها في مباراه الجمعه ان شاء الله؟ حقيقة والله يا كابتن أحمد، مباراة يتؤلى تقدر تسمع الاثنين، الأهلي فريق صديق، فريق بيشق هذه البطولة يعني على مدار سنين طويلة جدا جدا، هو أمل البيجا في الموسم هذه البطولة على أساس أنه بيشارك طوال في كأس العالم للأندية. المريخ الآن يعني في عوامل ممكن تساعد الأهلي، أنه المريخ بيلعب هذه السنة خارج أرضه، بعيد من جمهوره، بعيد من الوطن. نعتقد أن المباراه ممكن تكون اضافه للاهلي للتخفيف من المريخ بظروف المحبيه الان. المريخ ما تعودنا اصلا انه المريخ يلعب خارج الارض. اكدت تماما انه البطوله دي او المباراه دي لو كان داخل السودان يعني الاهلي هيعاني معاناه شديده. نفس المباراه اللي كانت المباراه الاولى يعني في ملعب السلام، الاهلي عانى ومعاناه شديده جدا جدا. كان المريخ ممكن يعني اقلها كان يطلع بالتعادل، لكن افتكر انه كان في تطريد من الجهاز الفني باخفاق في الغيارات، ما كان موفقه جدا جدا. فالاهلي قدر تحصل على الثلاثه بونت في 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 ملعب السلام. فبفتكر انه المباراه ما حتكون سهله بالنسبه للاهلي. الاهلي جاي خاطر من صن داون، المريخ خاطر من ميد هنا الهلال تقليدي برضه، عنده غابات، عنده طرد، عنده بعض اللاعبين يعني ما كان جاهزين، ما كان في الفورمه. المريخ ما مشارك في الدوري السوداني. الان الاسبوع العاشر في الدوري السوداني المريخ لعب مبارتين بس بالبدله، يكون لاعبين كتار لما اشتركوا في المباراه دي على الدوري الممتاز. هذا كله ما بقلل من قيمه المريخ ضد الاهلي المصري. انا افتكر انه المريخ برضه ماشي بطموحاته من هنا. كلام كتير يا كابتن احمد في الفتره الاخيره أثير حول فكرة عدم تواجد لي كلارك مع الفريق في مباراة الأهلي، كلام على هروبه، نفي الإشاعات دي وإنه الراجل موجود وبيدرب الفرقة وهيكون موجود مع الأهلي في مع المريخ في مواجهة الأهلي. تأثير ده وردود الأفعال عندكم في نادي المريخ على الأخبار دي وعلى اللاعبين كمان؟ هو طبعا أيوه، هو كان حصل توصية من رئيس القطاع من الكابتن عادل وجريشة انه وصى انه كان الماتش اللي جاي ده اللي هو مع الاهلي ده كان يمسك المدرب العام او يدير المباراه. حصل الظروف للاخ الكبير والاخ العزيز الكابتن ابراهيم حسين ابراهيم بوفاه والدته، ربنا يرحمها له. الله يرحمه. كان متواجد او ما حيتواجد في المباراه القادمه. كان في خلاف بين اعضاء مجلس الاداره على اساس انه يغيلوا المدرب، لكن طلع رئيس النادي وصرح انه المدرب حيكون موجود. والمدرب الان في القاهره، الان في المعسكر، الان عنده حصه تدريبيه الليل الصبح ولا مثل الليل برضه عنده حصه تدريبيه متواجد فيها. قدروا كبارات المريخ يسووا الاشكاليه بين القطاع الرياضي وبين مدرب الفريق بما بعد مباراه الاهلي. ما في وقت الان يحصل فيه صراعات انه المدرب ما هرب، هو موجود ورئيس القطاع صرح بانه ممكن يمشي. يعني قال ممكن في اي لحظه انه المدرب ده بيمشي، لكن انا ما هو زول كابتن كبير كان لاعب المريخ برضه رئيس القطاع، فصرح تصريح ناري جدا جدا، فقال المدرب ده انا ما حقدر اخليه يتصرف زي ما داير في المريخ، لانه المريخ بيهمني امره، وقال اجنبي ممكن وقت ما يروح بروح ما في حد يتكلم معه. فهو كان في شد وجذب الحمد لله الان يحتوى الموضوع، الان المدرب متواجد مع اللاعبين، فصل الموضوع بين اللاعبين وبين الاداره وبين الجهاز الفني. الان اللاعبين في اتم الاستعداد، الان اللاعبين في كامل معسكر المسير من الفتره السابقه متواجدين وفي قمه جاهزيتهم على اساس انه نأتي مباراه يوم الجمعه تليق بسمعه الوطن، اول حاجه تليق بسمعه المريخ، لان هم الان يمثلوا الوطن. قصه الحضور الجماهيري كابتن احمد سيد اخيرا، وهل
تم حسمها وعندك اي معلومات بخصوص فكره حضور جماهيري في المباراه من عدم؟ وانا عارف ان المريخ كان عنده رغبه ان المباراه تقام بدون اي حضور جماهيري، لكن هل في مستجدات؟ هل من الممكن انه يتغير الموضوع في الساعات اللي جايه؟ والله طبعا بتوقف على السلطات المصريه الامر يتمها دي، يعني اعلن انه مساء امس انه اعلن بانه في 4500 شخص انه بيطالب السلطات المصريه على انه يحضر المباراه بتاعت المريخ بكل سنه للجمهور. انت تعرف تعلم تماما انه مصر والسودان اشقاء طبعا، الجمهور بتوافق الان من لحظه غادر المريخ، الان الجمهور بتوافق من مباراه الخرطوم على القاهره، لازم لانه خارتين دي المباراه بتاعت العبور بالنسبه للمريخ، اذا فرت هذه المباراه حيكون برا المنافسه تماما، انه المريخ حيكون بعيد، فالناس كلها في هم الاستعداد. والان انا بتحدث معك في بعض الاخوه مسافرين الان ماشيين على الظاهره، لازم واحد رئيس النادي هيعلن عن 4500 تذكره او طالب السلطات المصريه ان يسمح لهم بالجمهور. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا كابتن احمد سيد كابتن نادي المريخ كابتن فريق المريخ السابق، شكرا جزيلا طبعا على مداخلتك معانا. كل الحقيقه امنيات طيبه للاشقاء السودانيين باقامه طيبه في مصر، واعتقد انه يعني دي بلدكم، مش هقول التاني الحقيقه لان احنا طول عمرنا بلد واحد. بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله يكون في يعني حظوظ اوفر في مباراه. كنت اتمنى انه الاهلي وفريق السودان يتاهلوا عن المجموعه، لكن طبعا قدر الله ما شاء فعل.